بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شروحات مدونة ثورة لينكس. اليوم إن شاء الله معنا شرح طريقة تنصيب توزيعات سايبر هوك. هذه التوزيعة مخصصة لاختبار الاختراق أو الاختراق بصفة عامة، وهي توزيعة من التوزيعات الأمنية. طبعا هذه التوزيعة تعتبر من التوزيعات الجيل الجديد أو الجيل القادم من توزيعات اختبار الاختراق، وهي تعتبر الآن أفضل التوزيعات الموجودة على الساحة في هذا المجال اللي هو الاختراق واختبار الاختراق. طبعا كثير من الخبراء فضلوها حتى على كالي، على الباك تراك، على الباك بوكس، يعني على كثير من التوزيعات المختصة في هذا المجال الموجودة الآن. توزيعة سايبر هاك هي طلعت من الأفضل من عدة نواحي، إن التوزيعة تتميز بالقوة والثبات، وأيضا توزيعة فيها ميزة جميلة جدا هي إضافة لمسات جمالية على التوزيعة. التوزيعة تيجي مع مجموعة أو تأتي مع مجموعة مميزة وقوية من الأدوات المختصة، مثلا أدوات اختراق الشبكات والبحث في الشبكات، الحصول على الباسورد، استرجاع الملفات، يعني أمور كثيرة تجدها، أدوات ضخمة جدا في هذه التوزيعة. مميزات التوزيعة، التوزيعة تحتوي على أكثر من 750 أداة من أدوات الاختبار. توزيعة سايبر هوك هي توزيعة مجانية من دون أي مقابل. أيضا يعني تستطيع أنك تشغل التوزيعة من سي دي لايف مباشرة من دون ما تقوم بتنصيب التوزيعة على جهازك أو على الهارد ديسك. توزيعة سايبر هوك تحتوي على مجموعة أدوات خاصة بأمن وحماية الهواتف النقالة والهندسة العكسية أيضا، وأمن الشبكات السلكية واللاسلكية، وتحليل الفيروسات وتحليل الملفات الضارة. والتوزيعة يعني الميزة الجميلة أيضا اللي فيها إن لها مستودع خاص بها مستقل. التوزيعة تدعم أغلب الأجهزة السلكية واللاسلكية، وهي أيضا توزيعة صراحة استخدامها سهل جدا وبسيط، أي لأن التوزيعة مبنية على توزيعة أوبنتو. نشوف الموقع الخاص بالتوزيعة الآن. هذا الموقع الخاص بالتوزيعة وهذا الرابط حقه. هذه هي مجموعة مطورين التوزيعة. نشوف داونلود، نختار هذه الآن. طبعا 64 بت المعمارية، ممكن تضغط هنا وتنزل التوزيعة، أو ممكن تضغط هنا وتنزل التوزيعة، كله ماشي. عندك التوزيع هذه اللي حنصبها، الديفولت يوزر نيم هو هذا، هو طبعا تجده في الموقع ايضا، هذا الديفولت يوزر نيم. يعني لما يطلب منك اليوزر نيم تكتب هذا، الباسورد الديفولت الباسورد هذا هو، روت بس معكوسة وخلينا تور. اوكي، الان نشوف طريقة تنصيب التوزيعة. نعمل جهاز وهمي جديد. هذه هي سايبر هوك. اوكي، الان نختار ملف الايزو، ايضا نضغط هنا، عندنا الداونلود، هذا هو ملف الايزو، حجم التوزيع 3 جيجا. نعمل اوف. اوكي، لاحظ هنا ما جانا النوع، نشيل العلامة،
نحط لينكس طبعا التوزيع على اوبنتو، نخليها اوبنتو بعدين لينكس. طبعا اذا عندك رامات زيادة فاعطيها، انا اعطيتها 5 والسي بي يو ايضا اعطيته 3. مساحة الهارد ديسك انا خليتها 30. اسم التوزيع الان هذا هو، هذه هي المعلومات، الميموري 5 جيجا، السي بي يو 3، الهارد ديسك 30. نضغط فينيش عشان نبدا تنصيب التوزيع. لاحظ عندك 3، نختار انستول، استعاده انستول دايركت، اوكي نضغط على انتر. طبعا اول اختيار هو كان لايف، الان زي ما قلنا الباسورد اللي حنكتبه هذا هو الباسورد SYBORG، هذا الباسورد الافتراضي. بعد ما تكتب الباسورد نكتب نضغط على انتر، بعدين نختار TOOR تور الباسورد. الان هذه هي التوزيع، احنا داخل التوزيع الان. طبعا عندنا ايقونة على سطح المكتب هنا موجودة، هي خاصة نضغط عليها عشان ننتقل الى تنصيب التوزيع. نضغط على هذه الايقونة دبل كليك، هذا معالج التنصيب. الان طبعا اللغة الانجليزية نخليها زي ما هي continue، نفس يعني لاحظ نفس معالج تنصيب اوبنتو. نختار هنا داونلود ابديت انستول، اوكي هذه طبعا بعد ملفات الام بي 3 والام بي حطها ما بعد ما تضر. بعدين كونتينيو، يعني تنصيب التوزيع ما هو معقد، نفس المعالج توزيعات اوبنتو هذا هو موجود الان هنا. طبعا عندي هارد ديسك واحد فاختار الخيار الاول انستول، اوكي هذا التحذير ما عندنا مشكلة لانه يقول لك اذا لا وافقت خلاص ما عاد في رجعة، يعني التغييرات اللي بتحصل على الهارد ديسك ما يمديك تستراجع عنها، ما عندنا مشكلة توكل على الله. المنطقة الزمنية طبعا تختارها من هنا، انا اخترت السعودية الرياض، نعمل كونتينيو. اوكي خلي زي ما هو، الكيبورد انجليزي نضغط كونتينيو. الان بنصب التوزيع،
التوزيع تتميز صراحة بجمالياتها وأيضا بوفرة الأدوات الخاصة إذا كانت للشبكات أو كانت للهواتف المحمولة أو كانت للباسورد أو كانت لسيرفرات الويب، يعني مجموعة ضخمة من الأدوات تغنيك عن أي توزيع أخرى. الآن ننتظر حتى تنتهي التحميل. هذا الكومبوز أيضا موجود. التوزيع أيضا تدعم أغلب كروت الوايرلس. لكن في ملاحظة بسيطة فقط بخصوص التوزيعات الأمنية. التوزيعات الأمنية بصفة عامة هي توزيعات لينكس، لكن مضاف لها برامج مختصة، والبرامج هذه المختصة منها البرامج منها من يقوم بتعديل على النتورك، ومنها من يقوم بتعديل على حساب الروتر والمستخدم وزي. فمن الافضل انه ما تستعمل او ما تنصب هذا التوزيع على جهازك المكتبي كنظام اساسي. ما يعني ماذا يعني بالنظام الاساسي؟ بالنظام الاساسي يعني تضع ملفاتك الخاصة واسرارك وملفاتك وكل حاجة كأنك بتستعمل توزيع الدبيان او بنتو او حاجة. لا، التوزيعات الامنية ما تستعمل بهذه الطريقة. ممكن تثبت التوزيع كنظام أساسي، لكن لا تستعملها للاستعمال اليومي الأساسي يعني. لكن أفضل شيء أن التوزيع هذه تستعمل على جهاز وهمي أو تكون أيضا على سيدي لايف، لكن أفضل على جهاز وهمي الفرشة المشين، تعمل شغلك وتخلص وتقفل وتطلع وانت في السيف سايت في الأمان. لكن إذا كنت تنصب التوزيع وتخليها كنظام أساسي لك وتتعامل معها يوميا، التوزيع فيها تغييرات كثيرة من ناحية الشبكة، من ناحية الروت، من ناحية هذا، فهتكون انت في خطر وانت في غنى عنه. فقط حبيت يعني اعطي هذه الملاحظة من ناتج خبرتي في هذا الشغل في هذا المجال، ومن ايضا من ناتج يعني عملي مع هذه التوزيعات. انصح هذه النصيحة لله. البعض لما تقول له يعني لا تنصب التوزيع كنظام اساسي يقول انت ما انت فاهم شيء. ما هي مشكلة ما اني فاهم شيء، لكن لازم نفهم ايش التوزيع الامنية من تحت يعني البرامج اللي فيها والادوات. ادوات بعضها خطر، بتفتح بورتات وبتفتح اشياء كثيرة في الجهاز. قربنا على الانتهاء من التنصيب، لاني ما حبيت اني اوقف التنصيب التسجيل. فصراحة التوزيعة جميلة. وايضا لما تعمل مع التوزيعة وتتعرف على الادوات اللي فيها هتشعر بالفرق بين هذه التوزيعة وبين التوزيعات الأخرى مثل كاليا والباك بوكس وأي توزيعة أخرى.
تم نسخ الملفات الان يعمل الانستول. سنابتك هذا مدير الحزم والبرامج. صراحة فريق عمل فريق تطوير التوزيع يعني شباب محترفين بمعنى الكلمة. الآن لاحظ بينصب الجراب على الديفايس FDA. خلاص شرفنا على الانتهاء. الآن بيعمل كليننج للحزم. انتهينا الآن. نعمل ريستارت على التشغيل مرة أخرى. هذه هي التوزيع الآن. الآن ندخل على التوزيع زي ما قلنا BORG بعدين Enter بعدين Door. طبعا دائما أول ما تخش على التوزيع يفضل إنك تستعمل an upgrade، تحديث التوزيع أفضل لأنه حيعطيك تحديثات خاصة للتوزيع. الليتر خليها أوكي. يشوف لاحظ نشوف البرامج مع بعض. واو
صراحة في بلاوي. حددت يا عمي قلنا لك بعدين. صراحة شيء خرافي توزيعة خرافية. كده نقول لكم في امان الله وسامحونا على انه طولنا في هذا الشرح، لكن صراحة التوزيعة تستاهل انه تطرق لها بهذه الطريقة، وممكن يعني نصبها وجربها واستمتع بالادوات اللي فيها. يعني هتلقى ادوات جديدة تتعامل معها ممكن اول مرة، لكن ادوات تستاهل. طبعا بعد الدخول يمديك تغير اليوزر والباسورد، يمديك تغيره طبعا هو افضل بعد دخولك طوالي عشان تكون في السليم. لاحظ هذا التيرمينال، شوف ايش الملفات اللي فيها. التصاريح إذا نقول لكم مع السلامة وفي أمان الله.